عليكم السلام. الاسم ديالك سيدي؟ سليماني، رحال سليماني. رحال سليماني. نعم. انت اتصلتي بجهوية بريس. نعم. بسبب انها باش عندك شي شكاية، ممكن لك تحكي لنا شنو اللي وقع لك؟ هذا السيد انا النمرة ديالي وتشاركت معاه. درنا ذاك كونترا هذا. بدينا في الساس الخطنا البدالة. خطنا الدلع حبسوا على الدلع، ما دارش ليها الشبكه، ما دارش غير السلك ديال ستة، ودار ما بين الوياجورة والياجورة دار اقتيب. عيط ل لهذاك السيد المسؤولين جاء السيد اللي هو مكلف، قال لي هذا الشيء اللي كديري فيه ماشي هو هذاك، تشانق هو وياه بغى يطيحوا من الفوق. عقبت سيدي هذاك اسمه اللي مكلف، قلت له اودي انت عندك زوج وليدات بغيت تخليهم، الله يرحم الوالدين، انا عاد نقيد به في المحكمه. قيدت ليه في المحكمه، رفضوا ذاك الشيء كاع، زاد في المني هو بنى الفوق، تعسف الراس وقوه. عاد كنقول انا بالله وبالشرع معك اودي، الله يرحمني كله يصلح لي انا المحل ديالي، ونتكاتب معك والله يسهل علينا وعليك. الاتفاق اللي متفقين انتم بيناتكم درتوه بعقد ديال شراكه ديال كتعطيه الفوق مقابل انه يصوب لك انت لتحت لتحت المواصفات اللي انتم متفقين عليها. اي نعم سيدي، ما دار حتى شي حاجه من هذا الشيء، كله ما دار منوش، ما دار مرطوب، ما دار دفوف، ما دار شراجم، ما دار مرطوب، ما دار حتى شي حاجه، خلاني 14 عام وهاني غادي في 15. ما الله اعلم، انا ما عرفتش السيد كيفاش. واش ما عندوش فلوس؟ واش المشكل ديال بغى يبني غير بالطريقه اللي بغى هو ولا غير بغى هو على ذاك القانون اللي كيقول ليه راسو؟ ما هوش نقولوا ساعدت معاه تعيت، ما خليت، ما درت معاه، ما قبلش. ملي قلت للمحكمه ان المحكمه نصفاتك في الاول سيدي، حكمت المحكمه بالحكم حقيقي، واثروا لي بانه هو يعطي 100 درهم الا ما صلحش. وبقيت معها سيدي ثلاثه السنه وانا كنتسنى، ما صلحش. ملي قيت عند البوليس باش يجيبوه، مشاو البوليس جابوه للمحكمة وقالوا لي يا سيدي اخدم لهذا السيد. قال لي ما انا معترف باش نخدم. قال لي معترف، قال لي هيا اخرج من المحكمة عام ما تشجع. عاود ثاني ما كان هوش، كان هو في 17 كيحكموا جدرمية، ثاني مشيت للجدارمية وجابوه ثاني تال المحكمة، الدواء ثاني مع الناس، خرج زاد في حالته وبقات عام بعام عام بعام عام بعام عام بعام. درك انا يا درك انا في 15. شنو كتطلب دابا؟ درك كنطلب من هذا السيد يصلح لي محالي ويعطيني الواجب ديالي، والله يسهل علينا وعليه. انا ما منعو لا من الفوق ولا من التحت ولا شي حاجه، ما كنطلبهاش منه الا الواجب ديالي، الحق ديالي صافي. دارها الفوق الدروج ديالو هو، انا بقيت درك انا يخلي غير باب واحد. قال لك هو خاص ندير غير باب واحد. قلت ليه لا، احنا راه جوج البيبان كلها يدير الباب ديالو. قال لك انا كنعرف انا في البلان غير باب واحد. أنا قلت له ودينا بالله بسرعة معاك، لا ما يمكنش يكون باب واحد، جاو عائلتك أنت غايب، أنا ما عادش ندخلهم، جاو عائلتي أنا غايب، أنت ما يمكنش تدخلهم، وكيفاش عاد ديري معايا هذا ماشي، ما عرفتش هذا السيد كيفاش عاد ندير معايا. كان بغا يدير لكم لي تواليطات ولا التواليط كان بغا يديرو سيدي هنا، فين وقفها فين؟ هذا راه في البلان، هذيك التواليط وهذا دوش. انا ما بقاش فين نسكن هنا. يعني الدوش ملاصق مع اي الدوش والتواليت.
خاص يكونوا تحت الدروج. قال لك ممنوع انا ما نديرش تحت الدروج، طواليت ما نديرهاش،